ما هو الرضا بقى؟ اه وشبع. انت شايفه انك انت الادوار اللي قدمتيها اشبعت موهبتك او اشبعت الخطه اللي كنت حطاها اول مره دخلتي دراما؟ لا الانسان طماع. طبعا 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 طبعا. لا يعني وبعدين بالذات كل ما تدوق حاجه حلوه وتنجح و... تبقى عايزه والناس تحبك وكده وتكبر مع الناس. شفت انت قلت رقم قد ايه؟ ده رقم كبير. يعني ده رقم كبير جدا جدا. اشتغلت بكل الكاميرات. انت عارفه انت عملتي كام مسلسل يا ريم؟ والله العظيم ما اعرف لغايه دلوقتي بقى ما اعرفش. ده 19 يا شيخ. يعني انت عارف انا مش والله العظيم ما اعرف. انا عايز اقول لك ان ده عدد كبير او عدد كويس جدا بالنسبه لعدد السنين. سلحفة. انت عارف ان سلحفه وقطه وبترفضي حاجات كتير قوي وبطيئه قوي ويعني فيا من السلحفاء كتير. ليه بترفضي كتير يا ريم؟ برفض كتير برضو عشان خاطر الظروف بتحصل. يعني في بداياتي كان كنت برفض حاجات، كنت شايف ان عندي اعمال تانية. طبعا لما شفتها دلوقتي ونجحت كنت بقول انا ليه ما عملتش ده، انا ليه غلطت ويعني اعتذرت عن ده. هو في الاول وفي الاخر نصيب يعني.